سفر، طيران، قطار، سيارة، تعب، كله تعب. ترى اسمع، انت جالس تسولف، اسمع صلاة النبي، سبحان الله، يقول لك السفر يا حبيبي، انت تراك جالس تسولف وهذا على الجوال، والله ما بحولك. ما تسمع سالفتي، انا اصلا طايق عشان اسمع سالفتك، انا ماني طايقك ولا انا متقبل انك جايني اصلا. تمزح تمزح يا خوي، تمزح تمزح، تحب انا ادري انك تحب انا والله. ولا تسوي تمون، ها خليك بعيد. انا عطنا سوني، عندك سوني؟ اي والله بلاي ستيشن. اي والله كم 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 كم، انا ماني انا ماني مركع عندك. كم 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 ربع. صلى على النبي، صلى على النبي يا اخي، انقلع خذ المخدر. اللهم صل عليه وسلم، والله العظيم اني من يوم خويتكم ما لقيت منكم الا الفلس. أخو سعد ولا أخو من تطج فيك؟ أخو سعد، اسمع، الأخلاق عنده صفر. طف المكيف، ليش تشغل المكيف؟ طف المكيف، تكتب لنا بعد حشرة. كيف يا أخو؟ جو الرياض الحين خلاص، هذا مثل شنو؟ أرقد وأطلع برا، أخرناكم. وأخرنا على أساس إنه نضيق المكان يعني. لا تكتس، لا 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 لا، اندر هناك بس اندر هناك. انت حرام يا اخي، انسان بمزاجي يا اخي، انسان ما ابي، ما ابي اسولف، انا انسان ابي اجلس لحالي. ابي يا اخي، ما تبغانا عندك في البيت قول عادي. لا من قال يا اخوي، الله يحييك. ومستحي انك تقول اطلع، والله نطلع عادي. هذا اللي يصحى المغرب، اخلاق تخرب يا زوجتي الكلام ده، لا لطمك على خشمك في ذمتي النهي. اخلاق وسط صاحي طقها نومه من الظهر لين العشاء. والله انه صادق، ترى نومه العصر كابه والله. والله الكابه شوفتكم انا اخوي. لا عندك بلاي ستيشن ولا وجلسه طفش، خلينا نلعب فعاليات. يلا اذا جبتها اعطيك بوكس. اعطيك بوكس، وانا اذا جبت اعطيك بوكس بعد بوكس مدمر. حلو، مو بوكس بوكس بعد مدمر. حلو، يلا اتفقنا. دقيقه اتفقنا. اي خلاص واضح، اتفقنا. يلا ليش؟ لا انا صاحب البيت، تلعب ولا ما تبي؟ عشان بوكسك مدمر. او ما جاء، لا حبيبي باقي باقي لعبه، اخصم علي ثلاث لعبات بخ. لا تعب. اوه والله والله كيف جمال، انا استغربت. العب. خلك ذا مدمر، خلك يا ذا، ما تشوف شيء هذا الحين توك. آه يبي له نص ساعة عشان يصحى، بس اصبر دقيقة. والله قوي، ما شاء الله ما شاء الله. أخيرا عرفت البوكس مدمر، أخيرا عرفته. تقول دبوس لوس، بس يدرس ويرسح. تقول دبوس يا ولد، ذكر بس. حسيبك ربي، اصبر اصبر خليني اشغله. يلا لا تعال. أوه والله تاخذه، والله تاخذه، مو تبغى فعاليات. شكرا على ذي اللعبة، ما حد قالك تلعب واحدة. خلاص راحت، راحت عليك، راحت راحت. لا هو الفائز، الفائز مستمر. يلا ما جحد. بسم الله، بسم الله. اها انا بنسحب يا رجال، بعد 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 والله ما عندي والله انا اشوف قرارك حلو. والله انسحب وانت الموضوع. انا لعب خلاص والله. كيف يا اخي ما بيلعب انا؟ مقهور علي، حرام تلعب. ايش والله انت تلعب. ها الله يعزك، كان فيك ابشر ابشر. بس وش هي وش هي اللعبه؟ اللعبة علمني وش حركة إذا طبقتها. إيه تحكم علي حكم، أنا اللي أحكم. إيه وأنت ما تحكم. ما أحكم والله، والله ما أحكم. يعني حركة يسويها. إيه أوكي يلا. حتى تسوي كذا بس، كيف أنا ما توصل إياه أقل زوي. راح عليك الحكم. إيه ليش ما تجي؟ كيف كيف انت؟ انت ما عاد رجلك، انت رجلك عصاقيل طوال. لا 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 انا عندي تحدي، والله انا بدي. يلا اتحدى، والله انت اتحدى هذا في التحدي. بس ايش اذا عن حكم ولا بدون حكم؟ اي حكم. اوكي هو يحكمني بعد. اوكي انا حاكمك وانت تحاكم اذا فزت. اوف زين خلاص. اوكي يلا شوف سكه.
توقف بدون ما تثير رجلك. كيف والله تعيدها والله تعيدها تعيدها. كنت مد رجلك قدام وتوقف على طول بدون ما تدري. ها شوف يلا سوا 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 يلا والله انت اخر واحد مرتين سوا سوا واحد اوب يلا ايش حكمك ايش حكمك الخمسة واربعين كلها حقتي 42 حقي انا 43 يا رجال بصطفك انا هذه حقتي فين 45 كل واحد ياخذ مقاسه يا رجال 43 لا 43 الربع الربع هذه 42 حقي وانا 41 هذه 42 هذه 45 هذه حقي شوف يا سلام يا عيني يا عيني الله يسعد امك ها والله ما في رجع الله يبيض وجهه الله يبيض وجهه شوف يوك والله حلو والله حلو لا لا اخر اخر ها فين 45 45 ما في 45 45 هذا حق 42 ولا حق هذه 42 هذه تعال ارجع هاي ارجع هاي ما عاد 45 الله يبيض وجهك احلى شيء مقاسي ما حد يلبسه يا سلام شوف يا ولد يا ولد والله هذا حلو ذا حلو كلها بحطها هنا في الرياض حطها في شقة الرياض يا سلام يا رجال والله يا كريم يا ابن الكرام الرجال الطيب هذا نزل الكراتين ولا انها عجبتنا الـ 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 الاحذية وانت بكرامة فكل واحد اخذ اللوط كلها طلعت ما هي بمقاسك فاخذناها تبي تاخذ والله كريم والله والله يضل وجهك اي والله بيض الله وجهك والله للعيد العراب قلت لهم جيبوها بوزعها حتى لو ما في مقاسات بوزع على اهلي يعني كيف توزع على اهلي ربعي وجماعتي بوزع عليهم يا انا 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 ابوي مقاسي 42 تركي 42 اخواني كلهم 42 خذيت وانا 41 والله خلاص ايش المشكله 40 كله وانا خذيت 45 ما حد يلبس 45 صدق والله مو زعلان ايش بقول تسوي يا اخي ولا شيء مقاسك ليش زعل دحين انت هذا اللي جاي من داخل هذا من داخل حقي خلص توكل مضايقينك في بيتك شيء تعال متوتر لا توكل لا الامر طبيعي طبيعي من اللي قالك تجيب الكراتين هذه من اللي قالك تجيب الكراتين لا تفصل على الرجال لا تفصل على الرجال رجال ما له صلاح ولا شيء مقاسك ايش تبغى بها طيب اعطيه هدايا للناس اللي احنا اخويا انا كون من عليك كلهم مقاسهم 42 الله يبيض وجهك لين اخر كلكم مقاس واحد سيستم واحد سيستم واحد انا بوزع عليهم والله انا 45 ودي انه واحد من هالي بس ما في انت مو رجل تمساح 45 ما شاء الله شوفك على خير الله يحفظكم الله يحفظكم في امان الله في امان الله طاح شيء دقيقة بس خلنا ذا تعال لا خلاص خليه يرجع ايش تبغى ترى الجودة يا اخوي جودتي تعطونا تعطيه ليش تعطيه يا ولد يا اخي ليش تعطونا تكبرون كريم طيب ما دخل كريم اعطي الناس اخويا احنا الناس احنا اخويانك احنا من يا اخي اطبع عليكم من نقص ما شاء الله تبارك الله تدخلون في بعد في شيء في بيتي وزعها عنك انا خلاص وزع عنك الرجال انا مشد انا بوزعها عنك طيب يا اخي كل واحد ياخذ حبه ليش تاخذون كل واحد ياخذ له درجه وزع عنك انت ما تقول توزعها طاحت شفت هذا انا نفسي فيها نعم انا نفسي فيها نعم ايوه انا نفسي فيها نعم. شوف طاحت الاشياء صار شيء طاحت والله كلها لا جرات تمشي وتنكسر فيها بعد قول استغفر الله قول استغفر